تعتبر يورو 92 واحدة من معجزات كرة القدم لما الدنمارك فازت باللقب. وأنا مش جاي أحكي لك قصة اللاعبين اللي استدعوهم من على البحر زي ما بيتقال، بس هحكي لك القصة الغريبة والتراجيدية لكيم فيلفورت صاحب هدف التتويج. فيلفورت عاش وقت البطولة قصة مأساوية، لكن زي دايما ما بيقولوا من رحم المعاناة يولد الأبطال. فيلفورت صانع ألعاب برونبي الدنماركي، فاز بجائزة أفضل لاعب في بلاده سنة 1991، وكمان ساهم في وصول فريقه لنص نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وانضم لقائمة الدنمارك في يورو 92 بعد أيام من نهاية مباريات الدوري. وطبعاً كلنا عارفين إن الدنمارك تم دعوتها للمشاركة بعد استبعاد يوغوسلافيا. في الوقت ده حياة فيلفورت الأسرية كانت صعبة جداً، لأن بنته لاين اللي عمرها 7 سنين كانت محجوزة في المستشفى وبتتعالج من سرطان الدم. فيلفورت كان متردد في المشاركة مع الدنمارك في اليورو، وفعلاً اتأخر في الانضمام للمنتخب، لكنه حصلهم في السويد اللي استضافت البطولة، وده بسبب إن بنته بدأت تستجيب للعلاج بشكل كويس. شارك فيلفورت مع الدنمارك في التعادل قدام إنجلترا والخسارة من السويد في المجموعات، وكان لازم يكسبوا فرنسا المرشحة للفوز بالبطولة عشان يكملوا مشوارهم، بس ده كان بشرط فوز السويد على إنجلترا، وكل ده بدون فيلفورت اللي سافر الدنمارك ليلة المباراة لأن حالة بنته الصحية للأسف تدهورت. المعجزة حصلت والدنمارك كسبت فرنسا 2-1 ووصلت للمربع الذهبي، وفيلفورت اتفرج على الماتش من المستشفى مع بنته. وهنا كانت المشكلة بالنسبة لي بعد التأهل، هل هيفضل قاعد مع بنته في المستشفى ولا هيرجع السويد يكمل مشواره مع منتخب بلاده؟ العائلة أقنعت فيلفورت إنه يرجع السويد يلعب نص النهائي ويرجع لهم تاني سواء كسب أو خسر، لأن ما كانش متوقع إن الدنمارك تكسب هولندا حامل اللقب. فيلفورت كان دايما بيحمس زمايله بإنه وعد بنته بالفوز وطلب منهم إنهم يقدموا كل شيء في الملعب عشانها، وبالفعل لعبوا واحدة من أفضل مبارياتهم على الإطلاق ضد هولندا. وبعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، فيلفورت سجل ركلته الترجيحية وساهم وصول الدنمارك للنهائي لأول مرة في التاريخ. بعد المباراة سافر تاني للدنمارك عشان يطمن على بنته اللي أصرت إنه يسافر تاني للسويد عشان يلعب النهائي ضد ألمانيا وكمان يمثل منتخب بلاده في أهم مباراة في تاريخهم. رجع فيلفورت لمعسكر الدنمارك ليلة النهائي وسجل يانسن الهدف الأول وصمد بيتر شمايكل ضد فرص ألمانيا المتتالية، وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة سجل فيلفورت برجله الشمال الضعيفة هدف حسم اللقب التاريخي للدنمارك. وكعادة كل اللحظات السعيدة، سعادة فيلفورت كانت قصيرة، حقق المعجزة داخل الملعب لكنها ما حصلتش خارجه. للأسف بعد أسابيع من مشاهدة لاين لوالدها أصبح أسطورة للدنمارك، خسرت معركتها مع سرطان الدم وتوفت. ورغم إن كيم ما قدرش يكون مع بنته في أصعب أوقاتها قبل وفاتها، لكنه على الأقل حقق أمنيتها الأخيرة بالتتويج باللقب وإسعاد الشعب الدنماركي.